المرسل أحمد دربشي من جيزان أبو عريش يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، إن بعض الآباء يصرون على اصطحاب أطفالهم إلى المساجد وذلك دون بلوغهم السن السابعة، لذا أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة عبر برنامجكم إلى أولئك الآباء المصرين على هذه الظاهرة. الأولاد الذين يبلغون السن السابعة وما فوق يستحب أمرهم بالصلاة وإحضارهم إلى المساجد ليتربوا على الصلاة وعلى الصلاة مع الجماعة حتى ينشأوا على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ربوهم عليها لعشر. وأما من دون سن التمييز فإنه لا يؤمر بالصلاة ولا يحضر إلى المسجد إلا إذا كان والده يخاف عليه، إذا تركه في البيت فلا بأس أن يحضره في المسجد، لكن بشرط أن يمنع أذاه عن المصلين أو الإساءة إلى المسجد. نعم.